صباح الخير، أنا موجودة الآن بوحدة من أهم مزارع النخيل بالأغوار الوسطى، بس مش جاي أحكي عن النخيل ولا عن التمر، أنا جاي أحكي عن الخبيزة. الخبيزة بتطلع بشكل تلقائي بين شجر النخيل، وأهمية الخبيزة وفوائد الخبيزة وطرق طبخ كمان للخبيزة مختلفة. صاحب هاي المزرعة الأستاذ محمد عطية التفت لأهمية هذا الموضوع وعمل مهرجان اسمه مهرجان الخبيزة. رح نتعرف بعد شوي على الفكرة من وين طلعت، ورح نشوف كمان طرق مختلفة وجديدة لطبخ الخبيزة، فخليكم معنا وصباحكم. وأهمية هذه المادة المباركة. الفكرة هي من يعني هاي أنا حكيت بالبداية إنه هي مزرعة تمر، مزارع نخيل يعني، لكن اهتمام بالخبيزة إجا من فوائدها وتسليط الضوء عليها أكثر. تحكي لنا أكثر عن مهرجان الخبيزة ودور المجتمع المحلي كمان اللي بيكون موجود هون في دعم هذا المهرجان. كوني مولود في مدينة لخصائصها وفوائدها الغذائية والدوائية بنفس الوقت، وكونها موجودة ومتوفرة تقريبا في كل مناطق المملكة بأوقات مختلفة، فهذا يجعلها غذاء صحي ومفيد ومجاني تقريبا. طيب، في ناس بتزرع الخبيزة كمان يعني غير الخبيزة البرية اللي بتطلع لحالها ولا لا؟ لا، في ناس كتير أصبحوا يزرعوا الخبيزة لأنه في ناس انتبهت لفوائدها، لكن إحنا يعني مهتمين بالخبيزة اللي بتطلع من الله سبحانه وتعالى. كله ببلاش يعني، بس شوية طحين. هي بس يمكن طحين وزيت زيتون. والبصل وزيت الزيتون، بكمل زيت الزيتون طبعا. بس انا حبيت هاي زي وبرضه نسويها، سميناها ايش احنا؟ شاورما. شاورما شاورما الفقير. شاورما خبيزه. شاورما الفقير. خبز اشراك. خبز اشراك. خبيزه زيت زيتون. وزيت زيتون وعلى الجريل. على الجريل، بعدين تاكل معاه زيتون، تاكل معاه ليمون شرحي، بدك فلفل برضه تحطه تاكلي، ما شاء الله يعني كويسه. كل شيء بالخلا بيطلع كله مفيد. يعني هينا انا استفدت كثير من قعدتي معك. الله يسعدك. الله يسعدك. انت بركه. انت البركه. ويسلموا ايديك. الله يسعدك. كثير زاكي. بس انا حابه ناخذ الكاميرا ونروح نشوف كيف على النار، هسا اوريك، على الحطب وعلى الحجار، يعني على حم الحجر بتستوي القراص الوار. وتعرفنا أكثر على مهرجان الخبيزة وعلى فكرته، والقراص الزاكي عمري ما رح أنسى طعمها. يعني عن جد قديه بنقول دائما إحنا بنعرف قراص السبانخ وقراص الزعتر، بس قراص خبيزة هاي إشي جديد. وحتى أعطيته أفكار كمان حتى لستات البيوت اللي في عمان وفي محافظات الأخرى تجرب، وراح تجد إنه كل العائلة ستستمتع في هذه القراص الخبيزة، وسيكون فيها فائدة أكثر من قراص السبانخ، لأنه علميا فوائد الخبيزة أكثر كثير من فوائد السبانخ. هي حتى من باب التنويع يعني طبعًا. إنه يكون طبعًا. الواحد يجدد، مش إنه يطبخ الخبيزة بالطريقة التقليدية يعني. وفي شيء ثالث اللي برضه ما دقتيهوش لسه، شاورما الخبيزة ما دقتيهوش، بس طيب كثير لأنه خبز قمح بلدي. أنا من أول ما إجيت وأنا باكل. شكراً لك. شكراً لكم كمان مشاهدينا ولمتابعتكم لنا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا التقرير. وهي دعوة لكل اللي عم بيحضرنا الآن إنه يتوجهوا نحو الأغوار. طقس بجنن، في دفى، في برية جميلة، في خضار إحنا بحاجة إله. ودائماً الخبيزة بتذكرنا وكأنها بتعلن عن قدوم الربيع، فكل موسم والجميع